أهم حاجة هي الصلاة وقراية كلمة ربنا. الصلاة ما ينفعش أكرر فيها الكلام، ما ينفعش أقعد أقول نفس الكلام مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومليون. الصلاة هي علاقة، والله عايز يعمل معاك علاقة النهاردة، الله عايز ينقذك من الموت اللي انت فيه، وعايز ان هو يفتح عينيك. اسمح له ان هو يفتح عينيك، واسمح له ان هو ينقذك، لانك انت مش هتقدر تنقذ نفسك، مش هتقدر انك انت يكون لك حياه ابديه بممارسات وعقائد وصلوات وحسنات، لكن الله هو بنعمته الغنيه يقدر ان هو ينتشلك من الموت ويعطيك حياه ابديه. افتح له قلبك، هو ينور عينيك وينور ذهنك باسم يسوع.